transaction. If you are positioned as a bellwether on global... A journalist who's really famous. Why? Because industries have run away from developed countries to cheaper labor. أن هناك ثورة قادمة في مجال التقنيات الاتصالات التي تدعم الإعلام بشكل عام. فهناك تقنيات الفور كي وكذلك الإيت كي، هذه تساعد على سرعة الانتقال وسرعة وصول الرسائل الإعلامية إلى مستمعيها. فأتمنى إن شاء الله أن تكون هناك علاقات دائمة ومتميزة وتعاون مثمر ما بين وسائل الإعلام سواء كان في دولة الإمارات أو في الصين.